بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقلنا إن معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم التصديق برسالته عليه الصلاة والسلام، ومحبته أكثر من محبة النفس والمال، أكثر من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى، والعمل بشريعته وترك البدع والمحدثات التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة العمل بما شرعه وترك ما نهى عنه من البدع والمحدثات، أن يقتصر المؤمن على ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: والكتاب الذي نزل على رسوله، وهو القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا اسم جنس يشمل جميع الكتب السابقة، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، غيرها من كتب وصحف إبراهيم وموسى، كل ما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فتؤمن بجميع الكتب. وعبر في حق القرآن بقوله نزل، وفي حق الكتب السابقة أنزل، لأن نزل معناه أنه نزل القرآن شيئا فشيئا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينزله جملة واحدة من أجل الرحمة بالناس والرفق بالناس والتدرج معهم في التشريع. فالقرآن نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وتكامل عند وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الكتب السابقة فإنها تنزل جملة واحدة على الأنبياء، أو ذلك إخبار عما سبق من إنزالها. فقوله تعالى: والكتاب الذي أنزل من قبل، يشمل جميع الكتب المنزلة من عند الله ما عرفنا اسمه وما لم نعرفه، فنؤمن بكل ما أنزل الله عز وجل. ثم ذكر نقيض ذلك فقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. سبق لنا أن عرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الإيمان له أركان ذكرها الله في هذه الآية وغيرها، وهي الإيمان بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرة أصحابه قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا جل وعلا يقول من يكفر بالله، والكفر معناه الجحود والإعراض، فالكفر مأخوذ من الإخفاء، كفر الشيء إذا أخفاه وغطاه، فالكافر جحد الإيمان وغطاه وغطى الحقيقة وغطى العقيدة الصحيحة بضدها من الأقوال والأعمال والاعتقادات الباطلة. يكفر بالله، يكفر بربوبيته، يكفر بألوهيته، يكفر بأسمائه وصفاته، أي نوع من أنواع الكفر. والكفر أنواع كثيرة كما ذكر أهل العلم. يكفر بالله بجميع أنواع الكفر المذكورة في الكتاب والسنة من نواقض الإسلام المعروفة. ومن يكفر بالله وملائكته، نص على الملائكة جمع ملك، وهم عالم من عالم الغيب، خلقهم الله جل وعلا لعبادته وجعلهم سفراء بينه وبين رسله، ينزلون عليهم بالأوامر والنواهي، ووكل إليهم أعمالا كثيرة يقومون بها، فهم خلق من خلق الله ومن عالم الغيب، والله جل وعلا خلقهم من النور، خلق الملائكة من النور، وخلق الشياطين من النار، وخلق بني آدم من الماء والطين كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق آدم من تراب، وخلق ذريته من ماء مهين. هؤلاء هم الملائكة، فيجب الإيمان بهم. ومناسبة ذكرهم هنا لأنهم هم الرسل بين الله وبين أنبيائه، فهم الذين ينزلون بالوحي، لأن الله قال قبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب والكتب والكتاب إنما نزلت بواسطة الملائكة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكتبه. آمنوا، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، جميع الكتب يجب الإيمان بها كما سبق. فمن كفر بكتاب واحد أو ببعض كتاب فإنه كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال جل وعلا عاتبا على اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.